بقى قبل ما ابدا باسماء وبعض الاعلاميين وهنتكلم انت ليه واخد منهم مواقف وليه ليك اراء ضدهم، خلينا بس نتكلم على قناه كلنا متفقين انها قناه عميله، قناه الجزيره. قناه غير موضوعيه وقناه مين اللي بين كلنا؟ كلنا الشعب المصري، الشعب المصري كله مدرك والعالم كله بقى يعني الناس بتفهم فاهم انها قناه مش حياديه، يعني احنا بنسافر وبنشوف لها تاثير دوليا ولكن الان هي ما لهاش نفس حتى التاثير علينا، ما حدش بيتفرج عليها. ده 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 في بالنسبه لحضرتك. يعني ده بالنسبه لمعلوماتك. معلوماتي انا. طب هو السؤال بقى احنا واخدين موقف من كل من يظهر على هذه القناه. مين اللي واخد موقف؟ احنا يعني انا من الناس اللي كنت دايما بتواصل مع كل الصحفيين واقول لهم انتوا ليه بتطلعوا عليها؟ ودايما هناك اتهام انت بتطلع عليها عشان تاخد $500 او $1000 او $2000 حتى المداخله التليفونيه بالدولار، مفيش حاجه ببلاش مع هذه القناه. تمام. البعض بيقول ان لا المفروض نطلع عليها علشان نقول وجهه النظر الثانيه، يبقى في فرصه ان يبقى في جانب اخر او راي اخر بيبث على نفس القناه، وبيقول ده حتى بيكون بالاتفاق مع جهات سياديه في الدوله، يعني دي موافقه الدوله. انت لو بتطلع هذه القناه على اي منطلق من دول، هل انت فاهم بتطلع بموافقه من الدوله؟ لا لا، منطلق ان يبقى في راي ثاني. بص، ولا انت بتطلع؟ انا ليس لي اي بتطلع الجزيره دي ليس لي اي علاقه بالدوله، ولا انا يعني في لينك يعني مع حد في الدوله ولا حاجه ولا الكلام ولا حاجه خالص. ما حدش قال ما تطلعش عليها؟ لا ما حدش تطرق لهذا الموضوع. وبعدين المهم انت حضرتك المحتوى اللي انت بتقوله ايه؟ وبعدين انت بتقول الجزيره وقناه عميله والحاجات دي وبتاع، الجزيره عندها اتساق مع النفس. قناه الجزيره عندها اتساق مع نفسها. يعني في اجنده معينه لدوله معينه، تمام؟ بتنفذها. مش احنا تيجي عندك في الاعلاميين بتوعنا احنا اللي هدموا البلد، واخد بالك؟ ما حدش عارف يظبطهم. لكن لما تبقى قناه ليها هدف معين لصالح الدوله اللي هي بتشتغل فيها، يا راجل اقول لك على حاجه، في الفتره الاخيره دي قناه الجزيره بالنسبه لدوله قطر اشد من السلاح النووي. كنت اتمنى ان مصر بدل الهيصه الكتيره اللي معموله والقنوات دي والكلام ده بتاع يتعمل قناه زي الجزيره.